بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نعمة وبركة وسلام ليكم جميعا. معاكم سرية في الجزء 15. أنا شفت المسيح 5 مرات في حياتي وحكيت لكم المرة اللي فاتت عن الروح القدس. أنا هبدأ على طول وبقول النهاردة: من له أذن للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. يعني اللي ليه ودان، في كذا ودان مش 2، داخلية وخارجية. آخر مرة أنا وقفت فيكم معاها كان عند حلول الروح القدس في موعد الرب روح القوة. مش هرجع لها تاني عشان عايزة أدخل على الجزء اللي بعده على طول. بعد ما حصل الموضوع ده وكان ما بين جمعة ختام الصوم وسبت العذر، طبعا شفت رؤيتين مختلفتين. بعد كده لقيت نفسي على يوم 2-3 كده عمالة بقول له: أنت فين يا مريمينة؟ أنت فين يا مريمينة؟ لقيت الحقيقة مريمينة قدامي وبيقول لي حد يبقى معاه روح ربنا ويقول انت فين يا مريمينة، يلا شدي حيلك وتكلمي مع ربنا. فقلت لنفسي على طول: اتقوى في الرب وفي شدة قوته. انا هكلمك يا رب. لما قلت لك انا تايه، قلت لي ارجع لمحبتك الاولى واخضع، تبقى كنيستك ظافرة. انا هو الطريق والحق والحياة. لما قلت لك انا جعان، قلت لي انا خبز الحياة. لما قلت لك أنا في تجربة وضيقة 10 أيام، قلت لي كن أمين إلى الموت هديك إكليل للحياة. وقلت لي كمان اوعى تنسى أنا اشتريتك بدمي وحبيتك للنهاية. قلت لك يا رب أنا ساكن في كرسي الشيطان وبالعام يعثرني. قلت لي هديك سيف الروح كلمتي ووعودي، اشرب من ماء الحياة تعلمك وتنقيك وتعرفك أسراري وسر خلاصي. قلت لك يا رب الشيطان وإيزابيل عايزين يبتلعوني ويدخلوني في أعماق الشيطان، يا رب ده أنا مش أديهم. قلت لي هرفعك فوق الكون وهخليك ابني وهتعكس صورتي وتبقى كنيستك مستنيرة. قلت لك يا رب بيقضوا على شعبك، مش عارف اذا كان باقي ليك بقيه، محتار في الخدمه وتعب. قلت لي انت لي، انا الممسك الـ7 كواكب في يميني، هسندك بـ7 ارواح الله. انا هلبسك ثياب بيض، مش همحو اسمك من سفر الحياه، هعترف باسمك قدام ابي وملائكتي وهخليك واحد منهم. لما وقفت قدام أسوار أريحة حسيت بالعجز، يا رب ده مجمع شيطان وما عنديش غير قوة يسيرة، من فضلك أسرع وأعني. قلت لي أنا القدوس الحق، حبيتك للمنتهى وقوتي في الضعف تكمل، هجيبهم يسجدوا ليك، هخليك عمود في هيكل إلهي ومش هترجع تخرج تاني. هكتب عليك اسم إلهي، اسم مدينة إلهي، أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند إلهي، خليها كلها جواك. واسمي الجديد هيبقى بيني وبينك عشرة جديدة وعلاقة جديدة، وهتعرف عني حاجات كتيرة. لما سقطت أسوار أريحة شفت روحي اللي تشوهت مع آدم على حقيقتها مطفية، بتنور بيك من وقت للتاني لكن مطفية. صرخت وبقول لك يا رب أنا الشقي، أنا البائس، أنا الفقير والأعمى والعريان، أرجوك أعمل حاجة. قلت لي بروحي القدوس هغير طبيعتك، اشتري مني ذهب مصفى بالنار لكي تستغنى، وثياب بيض لكي تلبس، وكحل عينيك بكحل روحي القدوس لكي تبصر. أنا هخليك تغني مع بولس كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن بيك يا رب نملك كل شيء، أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. هساعدك لحد ما تغلب وهتجلس معايا في عرشي، وزي ما غلبت أنا وجلست مع أبويا في عرشه. أنا سمع صوتك دلوقتي جوايا، أنت وحدك الإله ولي المسيح هو الحياة. أنت وحدك الإله ولي المسيح هو الإله. رحت سألته كمان، طب ليه استنيت يا رب لحد جمعة ختام الصوم؟ أنا كنت عايزك تيجي شوية قبل كده.
قال لي لأ، روحي شوفي المزمور 103 وهتعرفي منه الخطوات بالظبط وهشرحهالك. باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني يبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته الذي يغفر جميع ذنوبك. وده الصوم الكبير، مستنيكي اغفر لك خطاياك مع الابن الضال لان كلنا تايهين، مع السامرية بالخمس حواس بتوعنا، مع المولود اعمى هنور عينيكم. الذي يشفي كل امراضك، وده الانديل العام للشفاء. مريض بركة بيت حسدة أراضي الشفاء. زكى طلب أن يرى يسوع، والمرأة الخاطية انحنت قدامي. الذي يفدي من الحفرة حياتك، ده إقامة العذر وهديك روح الحياة والقوة، وهو اللي هيكللك بالرحمة والرأفة لأن هو سر الخلاص. الذي يشبع بالخير عمرك، هيجي وهيتحد بيكي وهتثمري ثمار الروح فيجدد مثل النسر شبابك. هتعرفي كل أسراري الروحية، ده أنا هاجي وهطير بيكي لحد حضن الآب. عظيم يا رب، عظيم يا رب، عظيم يا رب. لكن حبيت برضو أعرف تفاصيل أكتر، من فضلك ممكن يا رب تفهمني؟ طيب يعني ممكن أعرف إيه هو الأنديل العام؟ واحد مريض بركة بيت حسدة، كان هناك إنسان مريض من 38 سنة. الله، 38 سنة، دي زي توهة الشعب مع موسى في البرية، 38 سنة. عايز يقول لي الناموس غير قادر على الخلاص. أما الذي شفي فلم يعلم من هو الذي شفاه. بكل أسف مريض بركة بيت حسدة معرفش مين اللي هو شفاه. وبعد ما رب قال له أتريد أن تبرأ، وقال له أيوة، ولما عرف إن هو يسوع مش يجري على يسوع، راح جاري على اليهود يقول لهم ده يسوع هو الذي أبرأني. وكانت النتيجة اليهود عايزين يطردوا يسوع ويقتلوه. ده يسوع اللي جواه، سابوا يسوع وراح اجتاز في أريحة، لقي زكا واقف على الشجرة ولكن طالبا أن يرى يسوع. فراح يسوع قال له انزل بسرعة يا زكا، لأن ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. فقال له يسوع اليوم حصل خلاص لهذا البيت، مش لزكا وحده، ده كل بيته. في الآخر قال كلمة مهمة قوي، لأنه ابن إبراهيم. ابن إبراهيم يعني مش ابن يسوع المسيح، لا، ده ابن الطاعة. علشان كده زكا في الوقت ده كانت كنيسته كنيسة مفدية. رايح مع مين تاني يا رب في الكنيسة المنتصرة؟ ده داخل على لما دعا المسيح التلاميذ والرسل. وده بالظبط زي ما كان عند مرة وإليم اللي كان فيها 12 عين مية و70 نخلة. يعني بيرجعني تاني لموسى في البرية. عندكم الجزء بتاع البرية هتشوفوا الحتة دي، وفي الوقت نفسه بيقولك ابني نفسك على أساس التلاميذ والرسل عشان تبقوا حجارة حية مبنية مسبح ليا. بعد كده وداني مع الصلاة 5 مع توما. يا سيد احنا مش عارفين رايحين فين ومش عارفين الطريق. فقال له أنا هو الطريق والحق والحياة. راح جاله فيلبس وقال له أرنا الآب وكفانا. فراح يسوع قال له من رآني فقد رأى الآب، لو كنتوا بتحبوني احفظوا وصاياي، وأنا هطلب من الآب هيديكم الروح المعزي عشان يمكث معاكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن في ثلاث شروط يا جماعة يقبله، لأن العالم ده مش بيراه ولا يعرفه، يعني القبول والرؤية والمعرفة عشان كنيستك تبقى كنيسة منتصرة. ومين اللي دخل في الظافرة؟ المرأة. المرأة الخاطية اللي أحنت رأسها أمام المسيح عشان يبقى هو الرأس. أما هي فغسلت رجليها بالدموع ومسحتها بشعرها، قبلت رجلين يسوع ودهنت بالطيب رجليه، فغفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا. إيمانك قد خلصك، اذهبي بسلام. الست هنا انحنت أمام الله وما اتكسفتش لا من الناس ولا من أي حد حواليها. صح.
الصلاة اللي بعديها: إن غفرتم للناس زلتهم يغفر لكم أبوكم السماوي. ومن هنا المغفرة ده أساس مهم جدا عشان تدخل في الدرجات اللي بعد كده، إنك تبقى مسامح الناس من كل قلبك. ومن هنا بس بتبدأ الصيام، فمتى صمت ادهن راسك واغسل وجهك، طبعا هتغسله بالكتاب المقدس، وهنا تبقى كنيستك كنيسة صافية. أنا يدوب فهمت يا رب، بشكرك. أنت عايز تقولي أني أسامح الكل وأن أنا أنحني، بس المفاجأة جت غير كده، لقيت المسيح هو اللي واقف وجاي وبيغسل لي رجلي. أنت جاي بتغسل لي رجلي يا رب، أنت اللي بتلبسني توب الكتان. قال لي طبعا أنا اللي هلبسك توب الكتان، يعني معناها ان الجسد خلاص انسحق وانحنى قدامي، وعشان كده لبس ثوب الكتان. ومش بس كده، ده كان عبارة عن بذرة اتزرعت طلعت القمح، والقمح اخدناه وطحناه الطحن وعملنا بيه خبزة عجناه بزيت الروح، فعشان كده اتعجن وعمل فطيرة هياخد عليها اللبان واروح اقدمها على المذبح فيشتم الله رائحة الرضا. طب ده بالنسبة للجسد. وبالنسبة للنفس، النفس اللي تقدر تسامح كل اللي حواليها هي نفس حصلت على الشفاء. انت جيت يا رب وشفيت نفسي، لاني فعلا من جوايا مسامحة كل الناس. قالك يلا تسقط اسوار اريحة، نترك الزيت، ناخد الزيت والجسد ونقدمهم ذبيحة على مذبح البخور. لأن لو جسدك مش خبزة ونفسك اللي جاية تتحد بنفسي، أنا الجسد الخبز يتحد بالخبز والنفس تتحد بنفسي، عقيدتك نفسي عشان تفرح بيا وأفرح بيك. وده اللي حصل مع المسيح على الصليب، وعشان كده هيبعتني بسرعة على جمعة خميس العام. لما بتسقط أسوار أريحة بيسقط كل الأسوار من حواليا. طيب بيجي هو بسرعة بصوره، بس ما تنسوش إن سور الروح القدس اللي بيجي يحوط بيا ده سور ملوش نهاية. عشان كده لما طلعت وبصيت على السور من فوق لقيت السور إلى ما لا نهاية، حب يسوع إلى ما لا نهاية، روح قدوسه إلى ما لا نهاية. ده بيجي بيحوط بيا بسرعة لأني سلمت ليه الجسد وسلمت ليه النفس، لأن الروح القدس لا تتحد إلا بالروح. فموضوع موعد الآب ألبسكم حلة سماوية، ألبسكم حلة، ألبسكم روح الحق، طبعا دي حاجة فوق الرائعة. عايز يقولي خلاص الحجر اتدحرج، الحجر اللي كان على قبرك اتدحرج، يلا قومي معايا وهيبقى لنا قيامة جديدة. وبكده اداني ان البس قوة من الأعالي. عشان كده بيقول لهم لا تبرحوا أورشليم قبل ان تلبسوا قوة من الأعالي. لقيت نفسي من جوايا بقول له مع المسيح صلبت انا، فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا، فما احياه الان، وبقول الان في الجسد، فانما احياه في الايمان، ايمان ابن الله الذي احبني واسلم نفسه من اجلي. العالم مات بالنسبه ليا وانا مت بالنسبه للعالم. ليه؟ عشان عايز أوجد في المسيح وأقول لي الحياة الآن هي المسيح والموت هو ربح. يا ربي أنا مت عن إيه؟ أنا مت عن ذاتي وأنانيتي وكبريائي عشان أربح المسيح؟ طبعا ده كل ده نفاية. الموت عن كل هذه الأشياء هو ربح. ده أنا رايح لحضن المسيح اللي فيه وجودي وخلاصي ورعايتي. العالم مات بالنسبة لي وأنا مت بالنسبة للعالم. يا رب أنت فيك وجودي وخلاصي ورعايتي، هو اللي هيعيش لي وأنا هعيش لي، هنبدل الحياة، هو هيديني الرعاية وهيفرح،
هيفرحني بيه. لما بعيش المسيح بشوفه بيفرح قلبي، أراكم فتفرح قلوبكم، ومحدش هيقدر ينزع هذا الفرح مني. لما هعيش المسيح هيقدسني لأنه قدوس وهعكس صورته فيا. لما معيش المسيح هشهد عنه بيه لأنه هو الكرمة اللي أنا ثابت فيه، هو فيا، ومش هقدر أعمل حاجة من غيره لأنه قال بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. أنا النهاردة مش ماشي وراه، أنا النهاردة بقيت عايش جواه. يا ربي ما أعظمك، ليا الحياة هي المسيح، ليا الحياة هي المسيح. بس عندي سؤال تاني، هل هقدر أعيش معاك بأمانة؟ لقيت نفسي بروح للأمانة. يعني إيه أمانة ربنا؟ هو الثابت ولا يتغير، الراسخ ولا يهتز، الصامد المستقر ولا يتقلب. أمانة الله يعني ثبات الله ووفاءه وإخلاصه وصدقه وحقه وعدم تغييره، هو أصل الأمان وهو أساس الثقة، أي صادق وأمين لمواعيد وحافظ العهد. يعني هو اللي هيحافظ على العهد معايا، وهو أساس الرجاء في الخلاص وأساس النجاة. الله بار في إظهار رحمته وأمانته. الله يخلصنا مش عشان إحنا نستحق، لكن بحسب رحمته وأمانته. يعني لادوكية اللي معناها حقوق الشعب، ده أنا مش عندي ليك حق إن أخد الروح القدس واتحد بيه، لا، ده تنازل منه، ده تنازل منه قوي. ده أنا تراب ورماد وإنت الإله، ولا إنه هياخدني كمان لعرشه؟ عشان كده ببقى مش قادر أصدق اللي بيحصل معايا، لأني مش مقدر بجد أمانة الله ورحمته وصدقه ووعوده. هو وحده ليه كل الحق عندي، حقه في الحب من كل القلب والنفس والقدرة، حقه في الشكر، حقك يا رب أنت في الشكر والتسبيح، حقك يا رب في العبادة، حقك يا رب في التكريم وفي التمجيد. أنت وحدك اللي ليك حق عندي، لكن أنا إيه؟ أمانة الله ترتبط عادة بوعوده الكريمة للخلاص، وعده إنه هيعرفنا بيه وبذاته، وهيتحد بينا، وهياخدنا لحد جوه قلبه اللي هو عرشه. أقدر أثق فيه واتكل عليه، ده فيه بلاقي الأب، يعني الأمان والضمان والسند والمعين، فيه بلاقي النعمة والرحمة، فيه بلاقي الحب والحبيب. أشكرك يا رب، أشكرك يا أحن أب. مش عارفة يا رب أشكرك إزاي على نعمتك وبركتك. المرة اللي فاتت كنا وقفنا عند لما هو أنا خدت الكتاب في حضني، وهو جه بالروح القدس وأخدني في حضنه. الحقيقة على أربع أيوب بصيت لقيت رؤية تاني جديدة خالص، لقيت ان في قدامي ايد، والايد جايه بتفتح لي كتاب، والكتاب في اول صفحه، واول صفحه مكتوب فيها كلمتين اتنين، القبول والامانه. يعني عايز تقول ايه يا رب؟ عايز اقولك في حاجتين مهمين لازم تعرفي تعمليهم بما انك جايه تمشي معايا. هل تقبلي الروح القدس؟ قلت له نعم يا رب. طبعا انا ما استحقش يا رب الروح القدس، لكن لازم شرط القبول، اقبلوا الروح القدس. طبعا يا رب قبلها. قال لي والشرط التاني انك تعيشي معايا بامانه. الامانه دي شيء جميل قوي يا رب، شيء اعلى مني، انت اللي عندك الامانه المطلقه. بصراحة أنا هاجي معاك، بس مش واثقة في نفسي، أنا واثقة في قوتك وحدك اللي جاية بتحوط بيا روحك القدوس، اللي هو هيعلمني إن أنا أمشي بأمانة. أنا همشي معاك لأني واثقة فيك أنت، سيبك مني أنا خالص إنساني. فقال لي يبقى في الحالة دي تروحي بكرة اللي هو يوم خميس العهد،
تروحي قدام الجسد المقدس والدم الكريم قبل المناولة وتقولي قبلت. حسيت كأنه بيعمل معايا عهد جديد، حسيت إن هو بيمضي معايا هذا العهد. رحت فعلا تاني يوم بسرعة الكنيسة يوم خميس العهد من بدري قوي، وأنا كنت فرحانة قوي. الحقيقة عندنا مكان في الكنيسة دايما كنيسة ماريمينا وأبو سيفين والبابا كارولوس، ورحت طلع عندنا مكان فوق أنا بسميها العلية، بحب أطلع أصلي في المكان ده قوي. وبنعمة ربنا الحقيقة في اليوم ده ما حدش طلع في المكان ده خالص، فكنت واقفة بصلي لوحدي خالص. بس كنت حاسة قوي القداس اللي أنا سمعاه والصلاة اللي أنا سمعها، أنا كنت سمع القداس بنفس الصوت اللي أنا النهاردة سمعه جوايا. لقيت نفسي بركة على الأرض حانية راسي رفع إيديا، حضرت تقريبا القداس كله، وأنا حاسة إن أنا مش موجودة على الأرض. لقيت نفسي بقول له يا رب بجد أنا قبله، أنا قبلت، أنا عايزاك أنت تبقى أنت ليا الحياة، أنا خلاص مش عايزة نفسي، عايزاك أنت راسي قائد المسيرة اللي أنت دايما كنت بتاخدها. بس بشكرك أني النهاردة سمع الصوت، حسيت بالعهد، حسيت بجد يعني إيه بيعمل عهد معايا، حسيت يعني إيه تابوت العهد، حسيت يعني إيه عهد جديد. حسيت ان كل كلمة ربنا بيقولها ليها معنى عميق، اعمق من ان احنا، اعمق من الكلمة نفسها. الحقيقة يا رب انت اسهلتني، انت عظيم قوي. لقيت نفسي لما خلص القداس رحت بسرعة عند المناولة، ورحت وانا بتناول، وقبل ما اتناول قلت له قبلت، عايزة يا رب أعيش معاك بأمانة، بس هعيش معاك بالأمانة دي بثقتي فيك أنت. ساعدني يا رب أعيش لك بأمانة. عايزة أقول لك يا رب بعد المناولة شكرا، شكرا لمحبة الآب، شكرا للنعمة الإلهية، شكرا لروح الله القدوس الحي الآن وعامل فيا. كمل يا رب، كمل يا رب الطريق، وكمل يا رب المسيرة. أنا عايزة الحياة فيك يا رب، أنا عايزة استمر معاك، أنا عارفة أني لسه للحياة بقية. الحقيقة فضلت فترة طويلة بعد كده بقول له يا رب عايزاك تكمل، يقول لي حاضر. بقيت بدأت كل الأسئلة اللي جوايا بدأت أسألها لروح الله الساكن فيا. ودايما بعد الصلاة كنت بقعد وبسكت خالص، بس الحقيقة لقيت نفسي حتى في الصلاة أنا مش بدخل أصلي صلاة طويلة. لقيت الوقت اللي أنا عايزة صمت فيه أكتر من الوقت اللي أنا بتكلم فيه. ما لقيتش جوايا غير صلاة واحدة، قدوس 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 رب الصباؤوت، السماء والأرض مملؤتان من مجدك وكرامتك، قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والآتي. لقيت الصلاة اللي أنا بقولها لكم في آخر كل جزء هي دي الصلاة الوحيدة اللي بلاقي نفسي بعملها وبدي مطانية. وبعد كده بقعد وأسكت أسمع الإجابة على كل الأسئلة اللي جوايا. الحقيقة جت في لحظة وقلت أنا كده خلاص خدت روح الله، وروح الله دي يعني هتبقى للخدمة. كل شوية كنت أنزل أو يعني عايزة أروح أقعد شوية في الكنيسة أسمع الصوت بجوايا بيقولي ارجعي لسه ما أنشي الأوان. قلت له حاضر.
فعلا بقيت أرجع وأقعد في البيت وأركز مع الكتاب المقدس وأسأل كل الأسئلة اللي جوايا، وفي ردود، في استمتاع، استمتاع حياة ممتعة، حاسة إن ربنا أنا عايشة معاه، أنا عايشة فيه وهو فيا. حسيت كمان بكلمة إلهك إله غيور يا إسرائيل، يعني ربنا مش عايز يكون معاه جواكي شريك. الحقيقة فضلت كده وقلت له يا رب أنا عايزة أكمل المشوار. وصلت يمكن لشهر سبتمبر لشهر أكتوبر، كنت بسمع حاجة واحدة، حاضر أنا رايح أجهز لك المفتاح. أنا قعدت أتخيل يا ترى هيكون إيه المفتاح. قلت لنفسي ده أكيد مفتاح أورشليم السماوية، ده أكيد هياخدني. أنا بقى إيه، عارفين دماغي كلها عمالة، رحت داخلة على الكتاب المقدس زي ما بقول لكم وبدور على كل كلمة فيها كلمة مفتاح. كل ما أتكلم أقول له يلا يا رب نكمل، قال لي لأ أنا رايح أجهز لك المفتاح. في الفترة دي طب قلت له طب ممكن أسأل سؤال تاني، طب أنا فين دلوقتي؟ لقيت نفسي قدام رؤية وقدامي 3-4 سلمات ولابسة فستان أبيض طبعا تحفة ورائع، أجمل من الفساتين اللي فاتت بمئة مرة، وأبيض بيميل للون الفيولي. فاكرين ما بقولكوا لما في لبس الروح القدس أنا خدت اللون ده اللي هو أبيض بس فيولي، اللي هو البنفسجي الفاتح اللي ما بين الروز والأزرق، يعني البنفسجي الفاتح بمنتهى البساطة. وبعدين دخل في مكان، المكان رائع أجمل من إن ممكن الإنسان يتخيل، فعلا لا يوصف في الجمال. يمكن فكرني بأوتيل 5 أطوال، 5 أطوال إيه ده، ولا 20 أطوال ده، ولا 100 أطوال كمان. المهم لقيت ليا مكان كبير قوي محجوز، فبيقول لي لقيت ملاك واقف فبيقول لي المكان بتاعك أهو، ادخلي ارتاحي شوية. فأنا بصيت للملاك اللي واقف على الباب بقول له المسيح جوه؟ فراح قال لي لا. قلت له أنا جاي عشان أشوفه هو، أنا مش عايزة مكان، أنا عايزاه هو. لقيت الملاك ابتسم كده وقال لي طب ارتاحي شوية عشان لسه السكة جاية طويلة. أنا بصراحة كلمة السكة جاية طويلة وصعبة، بصيت له كده وابتسمت وقلت له تبقى صعبة لو مش هو اللي محوط بيا، تبقى صعبة لو أنا مش معايا، أنا بقى مش معايا ده أنا اللي معاه يا جماعة، الدنيا فرقة، ربنا مش معايا ده أنا اللي معاه، ده أنا اللي جواه، ده أنا جوه روح القدس. فقلت له المرة دي مش أنا اللي داخلة أي صعب، ده هو اللي داخل. الحقيقة الملاك ابتسم بعد الردود اللي أنا رديتها، فراح قال لي أوكي بصي كده. فببص لقيت حاجة قدامي زي الحصن، حاجة زي القلعة، حاجة مش عارفة أوصفها لكم إزاي أكتر من كلمة حصن أو قلعة. أنا حاول يعني أقرب لكم أقرب صورة للمنظر مثلا اللي أنا شفته. وبصيت لقيته بيقول لي هروح أجيب لك المفتاح بس اجهزي، وانتهت الرؤية على كده، اجهزي هجيب لك المفتاح. يا ترى المفتاح ده مفتاح ايه؟ أنا عارفة إن هو أنت الذي تفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. أنا عارفة يا رب من الكنيسة اللي فاتت إنك ليك مفاتيح داود. الله، مفاتيح داود، ماشي أنا هروح أدرس داود، بس مش هخليكم تدرسوه معايا وإلا كده هنلف الكتاب المقدس كله، لكن المرة الجاية هدخل لكم على طول على إيه هو المفتاح، وإيه هو الحصن، وإيه هي القلعة اللي أنا واقفة قدامهم. اسمحولي النهاردة أقول أرفعك أسبحك أباركك
أشكرك يا إله العظيم، أمجد اسمك القدوس، أسجد عند موطئ قدميك، أحني أمامك رأسي، أرفع إيديك يداي، لأنك إلهي العظيم القدوس، قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والآتي، قدوس 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 رب الصباؤوت، السماء والأرض مملؤتان من مجدك وكرامتك، لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة من الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها أمين. مش عايز أنسى أقولك ده أنت ليك كمان يا رب كل كرامة وكل سلطان.